دلتا النيل ستغرق والخليج سيتحول لكتلة من الجحيم، لن تعود دبي صالحة للعيش وبغداد ستموت بعطشها. حروب مائية تنتظرنا وكوارث ستنهي وجودك شخصيا خلال سنوات. أزمة المناخ التي لا تعيرها اهتماما كيف ستضع نهاية للعالم الذي تعرفه؟ الحضارة البشرية ظهرت من منطقتنا العربية وتحديدا من مكان يدعى الهلال الخصيب، هنا استقر البشر وهنا ابتكروا الكتابة، ومن هنا أيضا تبدو ملامح النهاية. بنظرة من الفضاء سنرى شيئا من الكارثة، النقاط السوداء والرمادية هي مناطق توشك على التصحر. تقول وكالة ناسا إنها موجة الجفاف الأكثر قسوة منذ 1000 سنة على المنطقة العربية، لكن بنظرة من على الأرض سنشاهد الكارثة بالعين المجردة. انخفاض بمنسوب دجلة والفرات وموجة جفاف تضرب المغرب وتؤدي لتراجع اقتصادي بمعدل 1.5%، وتصنيف للأردن كرابع أكثر بلدان العالم جفافاً. أما تونس والمغرب والجزائر وسوريا وليبيا وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت وقطر فستدخل جميعها منطقة الفقر المائي الشديد في غضون 13 عاماً. عرفنا شيئاً مما يحدث، لكن كيف حدث يا ترى؟ هل سمعت بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ سخونة لم يسبق لها مثيل منذ 800,000 سنة تعرف علمياً بالاحترار العالمي. المسألة ببساطة كالتالي: الأرض تمتص أشعة الشمس ثم تنفثها نحو الغلاف الجوي. في الحالة الطبيعية تخرج الحرارة الزائدة كما دخلت، لكن في حالتنا اليوم تنحبس هذه الحرارة بسبب ما يعرف بتأثير الصوبة الزجاجية، فغاز ثاني أكسيد الكربون يمنع الحرارة من الخروج. لكن من ينفث ثاني أكسيد الكربون؟ إنه الجان المعروف للجميع، نحن البشر. فباستخدامنا الوقود الأحفوري في السيارات والمصانع ومولدات الطاقة نطلق كميات هائلة منه. وهنا قد يتساءل الواحد منا: وما دخلي أنا بالاحترار العالمي؟ لن تكون هناك مشكلة لو ارتفعت درجة حرارة الأرض من 35 إلى 36.5. الحقيقة أنها مشكلة كبيرة وجدا تصل حتى كوب الماء الذي تشربه لا يهمه، لكنه يقتلك وسيقتل كل شيء تقريبا. لو ذهبنا برحلة قصيرة إلى السماء مرة أخرى، هنا بين هذه الغيوم المتلبدة تجد مصنع المياه العذبة في العالم. بخار ماء يصعد من البحار والأنهار بفعل حرارة الشمس، يشكل غيوما تتفاعل مع بعضها حتى تحدث شرارة ما فيتفجر المطر. الأهم من المطر هو الثلج، من دونه لن تجري الأنهار كما نعرفها، فذوبانه من قمم الجبال هو ما يرفض أنهار دجلة والفرات بالمياه. وهنا المصيبة: الاحترار العالمي يمنع الثلوج عن التساقط بكمياتها المعهودة فوق جبال طهروس في تركيا، ما يعني مياها أقل في نهر دجلة وجفافا في فروعه. الشذوذ المناخي: الاحتباس الحراري لا يسبب الجفاف فقط، بل يزيد حالات الشذوذ المناخي القاسية مثل الموجات الحارة التي ضربت عمان والجزائر عام 2018 والإمارات والسعودية عام 2016. وتقول الأبحاث إن درجة الحرارة 50 مئوية قد تصبح رقما طبيعيا نشهده معظم أيام الصيف خلال القرن الحالي. من المتوقع بالطبع أن يحتر المناخ وأن تكون كل سنة أدفأ من التي سبقتها. نتوقع أيضا حدوث تقلبات شاذة حول هذا الاحترار، وهو ما يعزز التوجه ناحية ارتفاع درجات الحرارة بصورة أكثر قسوة. الغرق المصيبة الأخرى لا تقل كارثية، فمدننا وربما بلداننا ستغرق بالمعنى الحرفي للكلمة. كيف؟ في العالم هناك قارات بأكملها عبارة عن ثلوج بكميات هائلة جدا، يؤدي ذوبانها المتسارع لارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار، وهو ما دفع العلماء للتنبؤ بأن دلتا مصر ستغمره المياه المالحة بعمق 20 إلى 40 كيلومترا، وأن مدينة الإسكندرية ستغرق تماما بحلول نهاية القرن. ليست مصر فقط، هناك مدن عربية عدة مهددة بالغمر مثل طرابلس وتونس العاصمة والكويت وعدن ودبي والدوحة وبغداد. الحروب والقلاقل
كيف يمكن أن يؤثر التغير المناخي على مستقبل العالم العربي وشكل صراعاته وحدود دوله؟ كيف سيصنع حروبنا الأهلية ويهيئ لصراعات جديدة في المنطقة؟ قد يصح القول إنه كلما زادت الوفرة قلت الحروب، والعكس صحيح. لقد كان الخلاف على المياه في الخمسينيات أحد عوامل اندلاع حرب الأيام الستة عام 1967، عندما حاولت إسرائيل تحويل نهر الأردن إلى خط أنابيب يحمل المياه من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب. أيضا من المعروف أن الصراع التاريخي بين تركيا وسوريا كان سببه مياه الفرات، وكذلك يحدد تعامل أثيوبيا مع ملف نهر النيل طبيعة وشكل صراعها مع مصر. لا يسبب التدهور المناخي صراعات بين الدول فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى قلاقل داخل الدول نفسها. فعندما يحل الجفاف وملوحة التربة في دلتا مصر مثلا، تحدث هجرة مناخية، يسافر الناس إلى مراكز المدن بحثا عن سبل رزق غير الزراعة. سيحدث اكتظاظ سكاني، بطالة وفقر، ما سيشعل بالتأكيد صراعات أهلية ويزيد معدلات الجريمة. ودارفور السودانية خير مثال، فبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، تبين أن الفقر المائي وتصحر التربة كانت عوامل أساسية لنشوب الصراع الدامي فيها. أما في سوريا فتقول دراسات عديدة بأن الجفاف الذي سبق اندلاع الحرب بأربع سنوات قد يكون له علاقة في اشتعالها. المناخ سيحدد مصير دولنا العربية ومصير ما يقرب من 3 مليارات إنسان في الدول الواقعة بين مداري الجدي والسرطان، كما يوضح كريستيان بارينتي في كتابه مدار الفوضى. لكنه رغم ذلك يبقى بعيدا عن الاهتمام العربي إلا ما نظر. ولسخرية القدر، أمريكا أكبر دولة متسببة بالكارثة انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ. لما لا؟ فالأثر المدمر سيمر من بلداننا أولا، بالرغم من مساهمتنا القليلة في احترار الكوكب والتي لا تتجاوز 5% فقط، وهذا حسب منطق بسيط ليس من العدل في شيء.